بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث عن كلمات سورة المسد مستعينين بالله سبحانه وتعالى نقرأ السورة أولا ثم نواصل شرحنا إن شاء الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة المسد هذه سورة عظيمة وهي من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم سميت السورة باسم المسد فما معنى المسد؟ قالوا المسد وجمعه أمساد ومثال معنى معنى المثل الحبل الحبل من الليف من الليف المثل الحبل من الليف في المعجم قال المسد الحبل المضفور المحكم الفتل الحبل المضفور المحكم الفتل طيب أولا الحبل حبل وجبه حبال كما لا يخفى عليكم من الليف ما معنى الليف الليف هذا ما يكون حول النخلة حول النخلة وهذا يستخرج ويضفر يعني هكذا كما تفعل النساء مع الشعر تضفر الشعر هكذا يعني تلويه بعضه على بعض هذا معنى كلمة المضفور المحكم يعني الذي ضفر ضفرا محكما قويا المحكم الفتلي والفتل ايضا يعني المحكم في هذه في, في هذا الضفر عندي صوره هنا لهذه الكلمه هذا حبل يقال هذا الحبل من الليف طبعا هذه الصوره هذه الصوره هنا ليست ليس هذا هو الليف يعني هذا عندنا في, في مصر نقول هذا لوف وليس ليف ويخطئ من يقول هذا ليف هذا لوف وحتى في المعجم ذكر هذا اللوفه اللوف قال نبات متسلق الى اخر ما شرح به هذا النبات اللوف نبات متسلق لانه يتسلق ويمشي على الجدران واما هذه الصوره فهي صوره صوره لليف الذي يستخرجونه من من جذع النخله يعني النخله تكون هكذا الليف يكون هنا في هذا هذه الاماكن هنا تحتها يكون الليف يكون هكذا ايضا هذا هذا هو الليف فالحبل الحبل الذي يكون من الليف يقال عنه مسد يعني هذا حبل يكون حبلا قويا حبلا قويا كما كما في تعريفي هنا الحبل المضفور المحكم الفتح حبل قوي جدا أه جاء في المعجم ايضا الفعل, المسد الفعل يمسدو. مسد المسد جاء منه الفعل مسد يمسد مسد يمسد والامر امسد والمصدر مس مسد قال مسد بمعنى أجاد فتل الحبل أجاد فتل الحبل لما قلت لك الفتل هذا من الفعل فتل يفتل فتلا بمعنى لوى الحبل بعضه على بعض هكذا وبرمه كما هو في هذه الصوره عندي صوره كان صوره اوضح من هذا ان ذهبت طيب هذا معنى اجاد فتله يعني اجاد لويه وضفره فكان قويا جدا بدأت السورة هنا بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب تبت هذا من الفعل تب ومضايعه يتب والأمر منه تب والمصدر تب وهذا الذي نقول منه تبا تب وتبا وتب حسب الاعراب وايضا تبيب 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 وايضا تبب وايضا تباب تباب طيب ما معنى هذا الفعل تب إذا قلنا تب الشيء بمعنى انقطع يعني تب مثلا الحبل يعني انقطع الحبل طيب لكن إذا قلنا تب فلان تب الرجل مثلا فمعناه أنه خسر وهلك يعني مات أو قضي عليه هذا معنى تب تب الشيء يعني انقطع تب فلان يعني خسر وهلك خسر عكسه ربح وهلك معناها مات وانقطع أمره والعكس بقي قال في المعجم ويقال تب فلان نقول تب فلان وتبّت يده. تبّت يده. لماذا أتينا بالتاء في كلمة تبّت؟ لماذا ما قلنا تبّ يده؟ هذا لأن كلمة اليد على نحو ما سنشرح إن شاء الله تعالى هذه اليد مؤنثة. فلذلك قلنا هنا تبّت لأن يد مؤنثه، تبت يده. وأيضا يقال تب فلان، تبت يده، يقال تبا. تبا له، هذا كله يقال في الدعاء عليه. انتبه، في الدعاء عليه، ليس في الدعاء له. يقال تبا له أو تبت يده. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب يدا هذا مثنى المفرد يد وجمع يد أيد هكذا نكتبها وأياد ويدي يدي أو يؤ دي أو يدي هكذا يا يدي مع الشده أو يودي يودي يو أو يدي يعني أنها مثلثة الياء ال 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 طبعا هنا كلمة أيد لو زلنا الألف واللام سنكتب هكذا الأيدي لكن دون الألف واللام لا لا نثبت أو لا نبقي الياء أياد مع الألف واللام سنقول الأيادي الأيادي ما معنى اليد؟ اليد معروفة هذا عضو من أعضاء الجسم في المعجم يقول إن اليد هي من المنكب إلى أطراف الأصابع كل هذا يقال عنه يد كما نقول أيضا إن اليد يد الكوب هذا هو المقبض الذي نمسك منه الكوب ويقال يد السيف المكان الذي نمسك منه السيف طيب ثبت يد أبي لهب وتب فنقول تبت تاده بمعنى خسر وهلك طيب خسر خسر وهلك طيب آه. تب هذا ماضي هل ماضي هل هنا الفعل الماضي مراد أو المعنى الدعاء هنا مين؟ خلص الدرس واكلمك فهنا تب تبت يده هذا تب فعل ماضي وهنا الفعل الماضي ليس على زمنه وإنما الفعل الماضي قد يكون يعني يأتي الفعل الماضي ويكون المراد منه الدعاء وهذا كما هو معلوم في اللغة العربية فيأتي الفعل الماضي يأتي الدعاء فعلا ماضيا ويأتي فعلا مضارعا ويأتي فعل أمر هذا الأصل ويأتي كذلك جملة جملة إسمية أو جملة فعلية. هذه فائدة نستفيدها الآن في مسألة الدعاء. الدعاء عندما نقول اللهم اغفر لي، اغفر يأتي هنا بصيغة الأمر، هذا فعل الأمر. اللهم اغفر لي. يأتي بصيغة الماضي وقالوا هذا من ابلغ الدعاء ان يكون بصيغه الفعل الماضي وهذا مثل مثل ما نقول غفر الله لك ليس معناه انك تخبر الان ان الله قد غفر لك ليس هذا خبرا وانما هذا دعاء هذا دعاء وهذا مثاله عندما نقول في عند الفطر ذهب الظمأ ليس معناه اخبار ان الظمأ قد ذهب لا معناه اللهم اذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الاجر ان شاء الله هذا فعل ماضي صيغه الماضي لكن معناه الدعاء يكون كذلك الدعاء بصيغه المضارع مثلما نقول يغفر الله لك كما جاء في قصه يوسف عليه السلام يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين هذا الفعل الان ياتي ماضي مضارع أم. ايضا قد ياتي جملة اسميه يأتي جملة اسميه عندما نقول الله مثلا المسؤول ان يغفر لنا او ان يغفر لك طيب الله ييسر طيب يأتي جملة فعليه كما سبق هنا في يغفر الله لك طيب أيضا هنا الله المسؤول ممكن نقول الله أسأل أن يغفر لك أو الله أسأل أن يغفر لك طيب هذا يعني هذه الصيغة من صيغ الدعاء ثبت يدا أبي لهب أبي لهب هذه كنية عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب ما معنى لهب؟ هذه كنيته لأنه ليس اسمه نعم ليس اسمه الكنيه إذا كانت تبدأ بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو بنت نقول هذه كنية وجمعها كنا كنا كل هذا ما كان يبدا بكلمه اب او ام او ابن او بنت يعني اب مثلا نقول ابو بكر يعني كنية ليس اسمه. اسمه عبد الله او ام مثل ام عبد الله عائشه رضي الله عنها ام عبد الله أم المؤمنين أم المؤمنين ابن مثلا نقول ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما أو بنت نقول بنت الصديق بنت الصديق هي عائشة رضي الله عنها أو أخ أو أخت سنقول أخ الخنساء أخ الخنساء آه كذلك أيضا خال عندما نقول معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين هذه كنيته رضي الله عنه أعظم ملوك الإسلام وهكذا هذه كنية هذا أبو لهب أبو لهب هذه كنية ما اسمه ما اسم أبي لهب رجع هذا طيب هذه كنية كنيته أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مات كافرا والصورة فيه الصورة فيه هو لم يسلم وقلت في بداية حديثي إن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني كما قال العلماء كان يمكنه أن يكذب الخبر فيقول طيب أنت تقول أنني في النار أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لم ينطق بها إلى أن مات وهذا دليل من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن رغمت أنوف المعتزلة وعمر بن عبيد أشباهه ما معنى كلمة لهب اللهب معناه كما جاء في المعجم: ما يرتفع من النار كأنه لسان، هكذا ذكروا يعني يكون عندك النار هنا، والذي يرتفع فوق النار هذا اللهب كأنه مثل اللسان يعني هذه لو كانت هذه النار الذي يكون فوق النار هكذا هذا من النار، هذا يكون فوق النار هذا هو اللهب. نعم. وقيل عنه أو كني بأبي لهب لأن لونه كان شديد البياض مع شيء من الحمرة. تبت يدا أبي لهب وتب تكرير تكرار ما أغنى عنه ماله وما كسب ما هذه نافية بمعنى لم بمعنى لا طيب أغنى أنا عندي فعل أغنى وعندي فعل غني طيب غنية هذا ثلاثي وأغنى زدنا فيه الهمزة فالفعل أغنى يعني عفوا الفعل غني أولا يغنى يغنى والمصدر منه غنى غنى الرجل يعني صار غنيا أو كان غنيا صار غنيا وعكسه أن نقول افتقر نعوذ بالله من ذلك افتقر أن صار فقيرا طيب الفعل غني يغنى اغنى غنى يغنى هذا المعنى المشهور عندنا نقول غني الرجل صار غنيا وايضا غني ياتي بمعنى اذا قلنا غني القوم في ديارهم بمعنى طال مقامهم او بقاؤهم في ديارهم او في مساكنهم يعني إذا طال بقاؤهم يعني طال بقاؤهم في سعة عيش، وفي يعني حسن حال، طيب هذا المعنى، آه في هذا المعنى الثاني طالب مقامهم أو بقاءهم بقاؤهم، هذا سيكون في في قوله تعالى عن الكفار: كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا في، يعني كأنهم لم يقيموا ولم يسكنوا في هذه الديار. كأنهم لم يسكنوا في هذه الديار. طيب. أما الفعل أغنى ومضارعه يغني والأمر منه أغني والمصدر إغناء أغنى معناه جعله غنيا أغناه الله جعله غنيا عفواً جعله غنيا والعكس والعكس منه أفقره جعله فقيراً فقيرا في الدعاء نقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن عم سواك يعني اجعلني غنيا أو أغنني عمن سواك يعني اجعلني لا أحتاج إلى أحد غيرك طيب أيضا جاء من معاني أغنى أغنى الشيء يعني كفى يعني مثلا معك مال وهذا المال اغناك يعني كفاك عن مساله الناس او كفاك حاجتك لا تحتاج بعد ذلك الى شيء اخر وايضا يقولون اغنى فلان عنك يعني حل محلك واخذ مكانك ولذلك احيانا نقول هذا الكتاب لا يغني عنه غيره هذا الكتاب هو اساس في هذا الامر في هذا الباب او هذا الاستاذ او هذا الشيخ او هذا العالم في باب الفقه لا يغني عنه غيره مثلا يعني لا يحل محله احد لا ياخذ مكانه احد غيره هذا معنى اغنى ونقول لم يغني عنك او عنه كذا لم يغن عنه هذا الشيء يعني لم ينفع ولم يفده ينفعه لم ينفعه ولم يفده ولم يجزي عنه هكذا يقولون لم يجزي لم يجزي لم يجزي عنه عفوا لم يجزي عنه ما معنى هذا؟ إذا كان الرجل عنده مال فهو يظن يظن لكثره ماله ان هذا المال سيغني عنه وسينفعه نقول اذا جاء يوم القيامه وهذا المال لم تستعمله في مرضاه الله هذا المال لن يغني عن عن هذا الكافر عن هذا الرجل شيئا لن يغني عنه شيئا يعني لن ينفعه شيء ما أغنى عني ماليا ما نفعني ما أغنى عني يعني ما نفعني فما أغنت هذا مفعل الماضي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله هذه الآلهة ما أغنت عنهم شيئا يعني ما نفعتهم شيئا هنا في هذه السورة قال الله تعالى آه تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه أغنى عنه هذا هو أغنى عن هذا لم يغنِ عنه ما أغنى عنه ماله يعني ما نفعه ماله وما كسب يعني والذي كسب كس كسبه والذي كسبه والذي كسبه ما أغنى عنه ماله يعني ما أغنى عنه المال الذي معه ولا ما كسبه يعني ولا الشيء الذي كسبه ولا كسبه. فما هنا تقوم بمعنى الذي او تكون بمعنى آه المصدر كما سياتي. ما أغنى عنه ماله، يعني ما نفعه، ما أفاده، ما أجزأ عنه ماله. ما معنى ما معنى المال؟ مال مجمعه اموال كثير من الناس يظن ان المال هو الفلوس هذا يسمى النقد نعم المال هو النقود لكن ليس النقود فقط النقود او الفلوس الفلوس جمع فلس طيب نعم لكن في الحقيقة المال معنى كلمة المال أعم من ذلك. فالمال معناه كل ما يملكه الإنسان. كل ما يملكه الإنسان يكون مالا. وأيضا كل ما يملكه الإنسان يعني الفرد أو تملكه الجماعة يعني مجموع الناس. فيكون هذا مال. فيدخل فيه النقود يدخل فيه العقار يعني كالبيوت والأبراج والعمارات وما أشبه يدخل فيه أيضا الحيوان إذا كان الشخص يملك إبلا أو غنما أو معزا يدخل فيه التجارة الشخص عنده تجارة هذه التجارة مال ويدخل فيه الحقوق بعض الحقوق كما هو معروف الان عند الناس، الحقوق ايضا هذا الحق مال. هذا الحق مال. ما أغنى عنه ماله، يعني ما نفعه ماله، وما كسب، يعني والذي كسبه أو وكسبه. طيب. كسب الفعل كسب يكسب والأمر منه اكسب والمصدر كسب نحن عندما نسمع الفعل كسب فيأتي أو إلى الذهن معنى ربح يعني ربح المال نعم هذا معنى من المعاني كسب المال يعني ربحه وطبعا عكس كسب هنا خسر عكس أصلا ربح خسر طيب لكن يأتي الفعل كسب بمعنى جمع المال أيضا هذا معنى جمع المال وأيضا يقال الرجل يكسب لأهله يعني معاشهم بمعنى يطلب الرزق لهم فكسب المال او كسب يعني طلب الرزق طيب جاء في القرآن يكسب الإثم بمعنى تحمل الإثم يعني الذنب والسيئات بما كسب من الإثم طيب ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني ما أفاده ماله ولا كسبه لا المال الذي عنده أغنى عنه ولا الكسب الذي كسبه من, الـ من الأمور الدنيا من الأشياء التي جمعها أو حصل عليها أو أخذها نعم كل ما كسبه يعني مثلا الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد كسب أبيه الولد الولد كسب ابيه يعني نتيجه عن سعيه فالكسب كل ما كسبه الانسان كل ما جمعه كل ما حصل عليه ما اغنى عنه ماله وما كسب هذا في عظه ان الانسان يعني لا يغتر بماله ولا بما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سا هذا السين حرف للمستقبل السين أو سوف وقالوا إن سو إن, إن إن السين هذه هي أصلا سوف لكن حصل لها حصل لها ما يسمى بالبلا اللفظي يعني صارت مع كثرة استعمالها قديمة ونقصت حروفها كما هذا في كلام الناس إذا قالوا كلمة وكانت هذه الكلمة تأتي على ألسنتهم كثيرا فإنها يحصل لها البلا ويسقط منها بعض الحروف كما في عندما نقول أيوه أيوه قالوا إن هذه أصلها أي والله أي والله صارت بعد ذلك أيوه أي والله أيوة, أيوة, أيوه كذلك أيضا لأي شيء صارت بعد ذلك ليش هذا ما يسمى بالبلا اللفظي هناك محاضرة اسمها البلا اللفظي كاملة فيها كل التفاصيل وفيها يعني زيادة معلومات لمن أراد الاستزادة في ذلك سيصل يصلى هذا من الفعل صليا يصلى والأمر منه إصلى والمصدر صلا هكذا أو صلي أو صليا, صلياً صلي يصلياً في النصب صليا قالوا معنى معنى ذلك ايش؟ يقال صلي النار أو صلي بالنار هكذا صلي النار أو صلي بالنار بمعنى هذا وهذا معناه احترق فيها نعوذ بالله احترق فيها هذا هو سيصلى نارا يعني سيحت فيحترق بهذه النار صلي النار سيصلى نارا او سيصلى بالنار سيحترق في هذه النار يعني هذه النار تحرقه تأكله نعم يعني. وأيضا يقال صلي صلي الأمر وصلي بالأمر أيضا يعني بالشيء أو بالحال بمعنى عانى شدته نسأل الله العافية يعني يقال صلي بمرض معين أو صلي مرضا معينا أو يصلى مرضا معينا يعني يعاني شدته يعني يتعب من هذا ها. يحصل له التعب والمشقة بسبب هذا واسم الفاعل من صلي يصلى صلا أو صليا اسم الفاعل صال يعني محترق فيها كما جاء في قوله تعالى إلا من هو صال الجحيم يعني لمن من يصلى الجحيم سيصلى النار الكبرى لا يصلاها إلا الأشقى نعوذ بالله من النار سيصلى نارا نار وجمعها نيران ولا يخفى عليكم المعنى نارا ما صفه هذه النار نارا ذات لهب ذات لهب نار شديده من شده انها ذات لهب يعني لها لهب ذات هذا مؤنث هذا مؤنث المذكر من كلمه ذات ذو هذا المذكر ما معنى ذات وما معنى ذو ذات هذه بمعنى صاحب صاحبة عفوا يعني ذو بمعنى صاحب صاحب كذا ويكون مضافا يعني ذو علم ذو خلق طيب بمعنى صاحب علم ذو مال يعني صاحب مال ذات خلق ذات دين اظفر بذات الدين يعني صاحبة دين لها دين طيب آه هذا هذا المفرد ذات الجمع ذوات ذوات تقول هؤلاء نساء ذوات دين والمثنى ذوات كما جاء في قوله تعالى عن الجنتين ذوات افنان طيب آه وأيضا ذواتا فالألف هنا هي ألف إعراب لأنه مثنى ويقال إذا كان هذا المثنى مجرورا أو منصوبا ذواتي كما جاء في سورة سبع ذواتي أكل صمت ذواتي طيب وأما ذو فالمثنى منه ذوا وأيضا يكون مؤنث منه ذَوَي في النصب والجر. ذَوَي. ذَوَى يحكم به ذَوَى عَدِلٍ مِنكم. طيب. وأما الجمع من ذو فالجمع منه ذَوُو أو ذَوِي. طيب وايضا هنا كلمة ذو الواو هنا او الياء هذه علامة اعراب يعني في الرفع يكون ذو في النص يكون ذوي وفي الجر كذلك ذوي يصلى نارا ذات لهب لهب كما سبق قلنا هذا ما يرتفع من النار او ما ما يرتفع من النار كأنه اللسان يقال هذا لهب لهب النار فيصل نارا ذات لهب، وامرأته، زوجته، امراه هذا مؤنث، المذكر المرء، المرء قالوا معناها الرجل، وإن حذفت الألف واللام ما نقول مرء، نقول امرؤ. إني امرو هلك ليس له ولد وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يرى كفرا بواحا إلى آخر الحديث فهنا مر المر من غير ألف ولام فإن عفوا بالألف واللام المر بالألف واللام فإن حذفت الألف واللام أتيت بهذه الألف ألف الوصل المكسورة امرؤ ومن قوله تعالى إن امرؤ هلك ما جمع مر جمع مر ليس له جمع من لفظه فجمع كلمة مر جمعه رجال يقال هذا جمع من غير لفظ كما أن المؤنث من المر مرأة مرأة وجمعها نساء. وهذا هذا جمع ليس من لفظه. نعم. وكلمة مرأة هي المؤنث من مرأة، وأيضا كذلك مره. مرة. نعم. مرة أو مرأة وجمعها نساء. نساء ونسوة ونسوان. نعم. وامرأته. ما صفة امرأته حما امرأته حمالة الحطب حمالة كلمة حمال معناها كثير الحمل أو معناها محترف الحمل محترف الحمل محترف يعني الذي تكون هذه حرفة يعني هذا محترف الحمل يعني هذا عمله أنه يعمل يعمل حمالا كمثل الذي يحمل يحمل حقائب الناس في المطارات وما أشبه هذا حم يقال عنه حمال من من حرفته أو من عمله هذا يقال عنه حمال والمؤنث حمالة حمالات الجمع هذا من الفعل حمل يحمل والامر منه احمل والمصدر حمل حمل وعكسه وضع يعني حمل الشيء يعني رفعه يحمل الكتاب ويحمل الحقيبه والعكس يضعها أو يحطها يقال حملت المرأة والعكس ولدت أو وضعت فلما حملت حملت حملا خفيفا عندك بعد ذلك فلما وضعتها فلما وضعتها يعني فلما ولدت ولدتها نعم يقال أيضا حمل القرآن بمعنى حفظه وعمل به هذا مهم هنا عمل به عامل القرآن يعني حافظه والعامل به جاء بقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها لم يحمل. ليس معناها يحملوها يعني يرفعها على ظهره وكذا لا ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل اسفارا طيب وامراته حمالة الحطب يعني التي تحمل الحطب وهنا الحمال معناه محترف الحمل أو معناه حمال هنا يعني الكثير الحمل يعني الذي يعمل هذا العمل كثيرا وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم فالحمال محترف الحمل أو كثير الحمل هذه صيغة مبالغة من حامل مثل غافر غفار وعالم علام وهكذا وامرأته حمالة الحطب، الحطب، الأحطاب، ما معنى الحطب؟ الحطب هو الخشب الذي نوقد به النار، الخشب الذي توقد به النار طبعا الخشب او ما كان مكان الخشب هذا ايضا يقال عنه حطب الاشياء التي تلقى في النار فتشعل وتوقد بها النار يقال هذا حطب قالوا في معنى الحطب انه كل ما جف من زرع او شجر ونحوه من زرع او شجر ونحوه يعني ومثله جف لان الشجره عندما تكون خضراء يقال هذا 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 رطب فاذا جفت يعني ذهب الماء الذي فيها وقطعت وبقت في الشمس وقتا طويلا يقول الان هذا شيء يابس او هذا شيء جاف يابس فعندنا كلمة رطب عكسها يابس فالشجرة إذا كانت في الأرض ومع فيها الماء ولونه أخضر هذا رطب هذه شجرة رطبة لكن إذا قطعت وبقيت في الشمس وقتا وذهب عنها الماء الذي كان فيها وتغير لونها من الأخضر إلى لون آخر إلى اللون البني أو الأصفر فيقال هذا الآن هذا يابس وهذا الخشب اليابس الجاف الذي هنا قال كل ما جف يصلح بعد ذلك ان يكون حطبا ووقودا تشعل به النار مثل هذا الذي في الصوره هنا نعم هذا هنا هذا الخشب هذا حطب هذا حطب هنا وأيضا هذا الذي يكون كاللسان هذا. هذا هذا لهب هذا لهب النار هذا لهب النار طيب ، وامرأته حمالة الحطب وهنا حمالة جاء هذا بالنصب هنا في قراءتنا قراءة حفص عن عاصم وامرأته حمالة قالوا منصوبة على الاختصاص يعني امرأته أعني حمالة الحطب ليست صفة لو كانت صفة سنقول امرأته حمالة الحطب هذه قراءة قالون يعرفها الإخوة الليبيون أو أهل المغرب العربي الذين يقرؤون بقراءة قانون. امرأته حمالته. نعم. الحطب. في جيدها. عمل من مسد. في جيدها الجيد. الجيد. ما معنى الجيد؟ أولا الجيد جمعه أجياد وجمعه أيضا جيود الجيد معناه العنق العنق هذا هذا العنق أو الجيد مقدم العنق يعني أوله أو الجيد موضع القلادة المكان الذي تلبس فيه المرأة الزينة التي تضعها في هذا المكان فهذا المكان من الجسم يسمى يسمى الجيد في جيدها يعني في عنقها حبل حبل وجمعه حبال جمعه حبال قالوا الحبل في المعجم ما فتل من ليف أو نحوه قلت لك الفعل فتل يفتل بمعنى فتل الحبل يعني لواه هكذا وبرمه أو ضفره يعني كان فيه يعني حبلان هكذا ثم ضفره على شكل الضفيرة التي تصنعها النساء بالشعر وهنا ما فتل من ليف ما فتل من ليف ونحوه هذا هنا هذا هنا هذا مفتول هنا هذا الصورة. طيب. ما فتل من ليف ونحوه، يعني ممكن الحبل من الآن من القطن أو الحبل من البلاستيك أو من أشياء أخرى. طيب. قال ما فتل من ليف أو نحوه ليربط أو يقاد به. لتربط به الشيء. او لتقود به الحيوان مثلا ويقال فلان يحطب في حبل فلان معناه انه يعينه وينصره فلان يحطب في حبل فلان يعني يعينه وينصره ويقال ايضا وصل فلان حبل فلان وصل فلان حبل فلان يعني زوجه ابنته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل هذا الحبل من مسد من مسد يعني مصنوع من مسد يعني من ليف حبل من مسد يعني من من ليف كما بينا ذلك في بداية حديثنا طبعا في تفسير كلمة المسد عند أهل التفسير أقوال أخرى يعني إذا رجعت إلى التفسير البغوي مثلا فذكر هنا في مسألة المسد قال ابن عباس وعروة بن الزبير أنها سلسلة من حديد زرعها سبعون ذراعا تدخل في فيها وتخرج من دبورها ويكون سائرها في عنقها يعني باقيها في عنقها وأصله من المسد وهو من المسد وهو الفتل والمسد ما فتل وأحكم من أي شيء من أي شيء كان أنا مثل ما قلت في بداية حديثي طيب من أي شيء كان يعني السلسلة التي في عنقها ففتلت من الحديد فتلا كما وروى الأعمش عن مجاهد من مسد أي من حديد قال ابن زيد من مسد يعني حبل من شجر ينبت باليمن يقال له مسد قال قتاده من مسد يعني قلاده من ودع قال الحسن كانت خرزات في عنقها والله تعالى اعلم لكن المسد يعني هو حبل من ليف كما بينا هنا في بدايه حديثنا في معنى كلمه المسد الحبل من الليف في حبل من مسد نعم قال المسد هنا المسد الليف والمسد الحبل المضفور المحكم الفتل والمسد أيضا هذا المحور من الحديد تدور عليه البقرة هذا يعرفه من يستسقي من يستقي بالماء من البئر يكون هناك يعني هكذا البكرة بكرة الحديد هنا يكون فيها بعد ذلك حبل في داخلها عفوا هنا الحبل وهنا حبل يمسكه شخص هنا وهنا الحبل هذا يكون فيه بعد ذلك الدلو معلش لا ارسم جيدا هذا الدلو ينزل في البئر وهذه الحديده هنا هذه تسمى البكره طيب والمحور هو الحديده التي تدور عليها البكرة طيب والله تعالى أعلم تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسر أبو لهب خسارة شديدة ما أغنى عنه ماله وما كسب لم ينفعه ماله ولا كسبه أولا الذي كسبه سيصلى نارا ذات لهب نارا عظيمة ذات لهب، امرأته أيضا ستصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب يعني أعني حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يعني حبل من ليف أو في جيدها سلسلة كما ذكر ذلك سلسلة من حديد كما ذكر ذلك المفسرين هذه محاولة يعني لبيان.. كلمات سورة المسد آه، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يتقبل منا بقبول حسن إنه السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته